زين يلا. لازم كلنا تحيه حق زين ابو الابراج. خلينا نشوف ايش بيصير الحين. اوكي اليوم الابراج سالفتهم. اليوم الابراج عن كل برج وشلون يعبر عن زعله او انهم ضايق او حزين او يعني عن مشاعره. كل واحد شلون يعبر عن حزنه بالضبط وزعله بالضبط وعصبيته. يس. لا لا مو عصبيته، هي دائما اللي مثلا يعاني من مشكله منطوي على نفسه وكذا. اوكي عندك مواليد برج الجدي صعب انك تعرف اذا هو كان متضايق او حزين. صعب اي لانه مو من النوع اللي يحب انه هو يشارك هالامور ويحس انه لو قعد اوكي ممكن يقعد يبكي، ولكن اذا جملت الموضوع كله في 100% وقسمته راح يقول لك انه يمكن 20% راح تشوفه حزين قاعد يبكي منطوي على نفسه، ولكن 80% راح يقعد يدور على حل المشكله، لانه بالنسبه له ان انا اقعد حزين ما راح استفيد شيء. المشكله راح تكون موجوده. عندك مواليد برج القوس ممكن بالبدايه يزعل، ممكن انه يبكي، ولكن تلقاه يجلد الذات فيقول ليش ابكي على شيء صار وانتهى، انا لو اقعد افكر بحل مشكلتي وايد احسن، لان دمعته اصلا عزيزه مستحيل انه يشاركها اصلا حق احد. انزين فيقعد انه يقول ان انا اقعد واشوف ان الحياه ملونه وحلوه احسن من ان انا اقعد اجابل نفسي واحزن واخرب يومي وكذا. انت يا القوس بالضبط. تمام. عندك مواليد برج السرطان ممكن انه يدش بنوبات حزن وانه ينطوي على نفسه وما يكلم احد ممكن لفتره وايد طويله. اي عادي تعدي سنين ادري. ممكن انزين ويهول الامور وينطوي على نفسه، ولكن بالنهايه ممكن انه يحل الازمه. هول هول. اي كملي. انزين عندك مواليد برج الحوت حساس، انزين ولكن مو بحساسيه مواليد برج السرطان، لانه ممكن عقب ما يشوف الامور اللي قدامه اللي سببت له الحزن او الضيقه يقعد مع نفسه ويشوف انه لو اشوف الامور بالوان ثانيه، لو اشوف ان هالموقف ما صار الا لان من وراه راح يصير شيء احسن، انا ما احتاج ان انا اقعد في هذا الحزن، وان لازم خلاص اخذ قرارات واعدي اللي صار. اوكي يعدي خلاص الموضوع. عندك مواليد برج الدلو ممكن يبكي، ولكن البكي عنده هو ينفس عن الزعل اللي فيه بس بينه وبين نفسه. واذا صارت قدام شخص معناته لازم هالشخص يكون وايد عزيز عليه. أوكي. مستحيل انه يصير يعني هالشيء قدام احد. حتى انه يتضايق مستحيل انه يبين حق احد. صح. يحب يحتفظ بهالشيء لنفسه علشان يقدر يحاول يلاقي حل لهذه الازمه اللي هو قاعد يعاني عنها. ترو ترو. مواليد برج الدلو. اي ترو. بغيت زين بغيت تقول الدلي والله. الدلي؟ اي والله على طرف الثاني. مواليد برج الميزان بيحاول يوازن الامور اللي قدامه كثر ما يقدر. ممكن انه يطول الموضوع. راح ياخذ راحته لان عنده ان انا لازم اعطي مشاعري مثلا حب لازم اعطيها حقها، زعل لازم اعطيها حقها، انا شخص حزين لازم اعطي مشاعري هذا الحزن لازم ياخذ وقته. أوكي. لان اذا انا جاملت على نفسي وقصيت على نفسي قلت لا ان هالموضوع راح يمشي ما راح يمشي راح يتعب. أوكي. فهو بالنسبه له انه هالامور تمشي بهالطريقه. عندك مواليد برج الجوزاء من الناس اللي اذا زعل او حس بحزن او تضايق دائما بعد الطيحه يرد اقوى من اول. اوكي راح تشوف ان شخصيته راح تتغير 180 درجه خلال دقيقه واحده. اوكي مستحيل انه يبكي مستحيل انه مستحيل يبكي. هذا شيء وايد انه مستحيل. لا مستحيل. فانت ودك انه بيوم من الايام تشوفه زعلان او متضايق ما تقدر. اي صح كثر ما تحاول انك تسويها. ما شاء الله. عندك مواليد برج الاسد مستحيل انه يوريك انه هو حزين، راح يوريك ان انا مهما اطيح باي مشكله اتم انا اقوى انسان. صح. وان انت الشخص اللي تلجأ لي لما انت تكون حزين. صح. انا ما احزن هذا، ولكن هذا معناته انه هو ما يحس. لا هو شخص حساس بالدرجه الاولى واكثر الابراج حساسيه، ولكن عنده اذا انا قضيت وقتي وانا زعلان وحزين ودراما وان الناس تشفق علي هالنظره ما يبيها. صحيح. انزين عندك مواليد برج الحمل لما يعاني من مشكله أو يعاني من حزن أو إنه متضايق راح ينطوي على نفسه وينعزل علشان يدور حل لهذا الحزن ويلغيه. صح. إنزين ولكن أحياناً عيون الحمراء راح تفضحه. صح. إنزين وانطوائه اللي غير مبرر هم راح يفضحه، فهو مو من النوع اللي يروح يتكلم، ولكن يحتاج دائماً يسمع منك هالجملة إنه إذا أنت متضايق أو فيك شيء ترى أنا موجود أقدر أنا أسمعك فتعالي. أيوة. عندك برج الثور. أيه. مواليد برج الثور متحفظين ويحبون انهم يحلون امورهم ومشاكلهم وبروحهم. أيه. مهما انت تيجي تقول له انت متضايق او كذا راح يقول لك لا انا ما فيني شيء، بس انت راح توصل لمرحله انك تقول له اذا انت متضايق فيك شيء ترى انا حاس، وانت تقدر ان انت تتم الامور في داخلك، ولكن بالنهايه ترى تقدر ان في ناس موجودين انك انت تشاطر معهم هذه الامور. صحيح. تشاطرهم هذه الامور. تشاطرهم هذه الامور. تشاطرهم هذه الامور. تشاطر طاقات صارت. بالضبط. زين. العقرب دائما راح ينعزل. أيه. يبي يفكر بروحه، يبي ياخذ مساحته،
ما يحب انه هو يثقل على احد زينب مشاكله، لان عنده بالنهايه ان انا مشكلتي اللي طحت فيها بروحي اقدر ان انا اقوم واحلها بروحي. هذا الكلام صحيح يا شيخه العسلاوي؟ صح صح من احد 100%. مو محتاجه لشفقه من احد ابدا. اوكي هم هو عنده مشكله ثانيه اللي هو غامض، فمهما انت حاولت تعرف شنو سبب هالحزن ما راح يعطيك اياه، راح يلف ويدور، بالنهايه هو بيحتفظ بالسبب بنفسه. صحيح. عندك اخر مواليد هم المواليد برج العذراء. اوكي زين، خذ حساسيه ودقه. زين هم دائما اللي يلجؤون في المرتبه الاولى اذا كان حزين او متضايق الامه، بعدين ربعه. زين، ولكن في هذه الفتره هو يحب يجمع جميع الاراء، وبالنهايه هو راح يسوي براسه، ولكن تاكد ان مره ثانيه بس قولي لي اياها مره ثانيه، برج العذراء ايش يسوي؟ راح يقعد مع الكل طبعا. طبعا اهله وربعه، ولكن بالنهايه هو راح يسوي اللي براسه. يسوي اللي براسه بس على فكره ترى اللي براسه هو من افكار واراء خذاها من الناس اللي حوله. اها 70% منه، ولكن 30 هو قاعد يجمع، عرف؟ ولكن بالنهايه يدري ان الحزن هذا ما صار الا لانه بعده فرح. صح. وانه مؤقت. منو من حقه يعيش حياته، ويعني الحزن بالنهاية وقتها قصير. صح. منو برايك أكثر الأبراج دراما كوين؟ أكثر الأبراج اللي يحبون الدراما والحزن والزعل؟ خلينا نشوف رايك أنت من بحكم عشرتك مع الناس واللي حوالينا الشيخة، منو أكثر اللي أكثر ناس تحسين أن برجهم اللي والله عاد الحين يسوي لك من الحبة قبة يعني؟ دراما كوين؟ الجوزاء. زينب. السرطان والأسد. السرطان والأسد. اوكي ماشي. قسم من الدلو القوس. قوس عليهم كمية دراما. كل شيء بالدنيا عندهم هو عبارة عن دراما وسرطان. شوف خليني اقول لك القوس ترى مو كلهم، مو كلهم، كل الابراج مو كلهم. لا بس يعني ارجوج هو فعلا ارجوج. منو اخف طينه؟ اخاف طينه؟ اي مو العذراء، مو العذراء، مو العذراء. عزوز عزوز. لا والله لا 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 لا. الحين لو عدلت لك اسمين ثلاثه من العذراء راح انت تقولي لي لا بس عزوز شيلها على صوب. لا العذراء بالنسبه لي عليهم خفه دم عجيبه. لا ما شاء الله مايكل جاكسون كان يعني من كثر ما دمه خفيف كان عنده كوميدي شو. ايش لازم يكون عنده كوميدي شو عشان يكون صبر انت يعني الحين قاعد احر منه وقاعد احر عزيز لويس. مو كلهم لحظة 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 دقيقة انا قاعد ويا عيسى المرزوق. عيسى المرزوق برج العذراء. عيسى المرزوق دمه خفيف. إيه لا أنا الوحيد اللي كل ما قال شيء قلت له عيسى لازم يعني يعني لازم تتحسن. ما يصير. يعني أنا مثلا أشوف مواليد برج الثور دمهم خفيف. مواليد برج الثور دمهم خفيف. أوكي. بس أنا مو منهم. أوكي. ما راح أقدر أعلق.